دي اف ام كلام القلب طارق الحناشي على دي اف ام احلى راديو. يا فهم احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا. هذا موعد جديد من كلام القلب من توا حتى لل11 متاع الليل. تحيه لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. هذه حلقه الاثنين 26 جوان 2023. تجمعوا تابعونا كالعاده على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام تويتش راديو اي اف ام لسقى بعضها. تجمعوا تابعوني ولا الصفحه متاعنا وتابعونا على المباشر. دي معنا جديد مع جول فريجة. بما أن على أبواب الصيف والخلاعة والتفريد والخرجات زيدهم العروسات والجو هذاك الكل لازمهم برشا مصروف يحب لهم برشا فلوس. هذاك علاش إي إف إم خمت فيك وفي مصروف الصيف قررت باش ربحكم 10 ملايين كاش 10 ملايين كاملين باش نجم تعدي صيفك على كيف كيفك. كيف العادة إس إم إس في إي إف إم على رقم 85 85 8 وتجاوب على السؤال كالعادة. تجيب تليفونك تحل المساجات تدخل تبعث إس إم إس في إي إف إم على رقم 85 85 8 وربح في شهر جويلية 10 ملايين كاملين. سوم الاس ام اس كالعادة 980 مليم معي فهم والفليجة. قول الربح إجا. كلام القلب كالعادة راحة نوعية زمنية للعقل لمدة ساعتين والكلمة تكون للقلب على رقم 31 380 ألف 31 380 ألف. الفيلوفوبيا مشتقة من الكلمة الفرنسية فيلوفوبي. فيلو هي إيمي فيرب إيمي والفوبيا وهي الخوف. دونك الفيلوفوبي فوبيا من العلاقات. الفوبيا من العلاقات أو الفيلوفوبي هي فوبيا من الحب. احنا باش نحطوها كعلاقات عامة. إذا تعيش فوبيا من العلاقات نحب نسمع قصتك ونفهموا علاش تعيشها. في العادة نقول بعض الجمل ثم نوصل للموضوع. اليوم بديت بالموضوع قبل ما نحكي على أسباب أو مفسرات الحكاية هذه. برشا ناس فينا عندهم صد جدار صد قوي برشا تجاه العلاقات كما في كرة الطائرة. جدار الصد يطلع تلقاه حاضر في جمعيات كاسحة هو تلقاه عامله لمختلف العلاقات. حتى في الصداقة ساعات يعمل جدار صد عالي جدا وتكون عنده فوبيا من العلاقات حتى في الصداقة. فما بالك بالحب والفيلوفوبيا الفيلوفوبي. إذا تعيش فوبيا خوف من العلاقات كبير برشا استمر معاك لفترة طويلة ولا مازال يستمر معاك لتوا. نحبوا نسمعوا قصتك كيفاش بديت هالفوبيا هذه من الأول ولا بعد قصة معينة صارت لك هالفوبيا من العلاقات عادة. ونفسيا علماء النفس يقول لك ما تصير الفيلوفوبي الخوف من العلاقات إلا ما صارت علاقة معينة أو أكثر وخليت أثر مؤسف ومقلق على الشخص فيولي يقرأ حسابه أكثر من لازم إلى حد أنه يوصل إلى فوبيا العلاقات. هذا موضوعنا اليوم. نسمع حكاياتكم وتجاربكم كيفاش عشتوا هالفوبيا من العلاقات على الرقم 31 380 ألف 31 380 ألف. نصيف زيتون أزمة ثقة ورجعين معكم بعد شوية. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. 9:28 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موصين حتى لحدش متعليل. كل التحية لكم مستمعينا داخل تونس ولا خارجها. كلام القلب موضوعنا اليوم حتى لحدش متعليل. إذا عشت في وقت ما ولا تعيش فوبيا من العلاقات معناها فوبيا باش نسهلوا ونبسطوا الموضوع. عندك خوف من الدخول في علاقات حب وحتى علاقات إنسانية صديقة ولكن نجموا نميلوا أكثر إلى علاقات الحب في موضوعنا في حلقتنا اليوم. فإذا وصلت في مرحلة ما تعيش خوف من الدخول في العلاقات حبوا نسمع حكايتك علاش وصلت تخاف من الدخول في العلاقات. عامل صد مسكر على روحك مكبر روحك في كل علاقة في كل شخص يجي تبدأ تحسب تبعد تعمل في برشا حدود برشا دي ليميت باش صعب على روحك انك تدخل في اي علاقة جديدة. وذي الكل راجع للفوبيا والخوف اللي عندك من العلاقات الجديدة. إذا تعيش تجربة كمان هكا أو عشتها في الماضي كلمنا على الرقم 31 380 ألف 31 380 ألف.
ذكركم ديما بالربح متواصل مع يفام والفليجة من على بويب الصيف والخلاعة والتفرهيد والخرجات برشا مصروف جاي في الصيف هذايا ويفام تخمم فيكم والربح يكون في الصيف هذايا 10 ملايين كاش 10 ملايين كاملين يكونوا من نصيبك انت تبعث SMS فيهم يفام على الرقم 85 85 8 SMS فيه يفام على الرقم 85 85 8 وربح في شهر جويليا 10 ملايين كاملين مع يفام والفليجة قول الربح إجا ويلك فوري انا قلبي مشتاق ورجعين معاكم بعد شوي انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM احلى راديو 9:34 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب وصلنا حتى لحديث التعليل كل تحية لكم متابعين ولما كنتوا تابعوا فينا واحدة واحدة في الكيسات ربعينكم في خدمكم وكل شكر زادة للناس تابعوا فينا في ديارهم موضوعنا اليوم في كلام القلب عشت أو تعيش خوف من العلاقات فوبيا من أنك تدخل في العلاقات علاقات حب أو حتى يمكن صديقة شاركنا قصتك والفوبيا متاعك هذه قديش استمرت ولا ما زلت توا مستمرة على رقم 31 308 1 31 308 1 معنا أحمد أهلا وسهلا أهلا بيك ويبارك أهلا بسيد أحمد شو أحوالك والله الحمد لله تحياتي لي كل العام معك شكرا ليك منين تكلم فينا أحمد والله من توقع عصر تحديد باب خلق هاي هاكي نعملها السيزين تياكم ما ترددتش بالتليفون كلمتي يا زين قديش العمر أحمد والله 34 سنة موضوعنا اليوم عشت أو تعيش فوبيا من العلاقات واللي هو شوية نوعا ما تسمى الفيلوفوبي إذا متعلقة بعلاقات الحب أنت الفوبيا هذه والخوف من الدخول في العلاقات هي بالأساس علاقات حب هكا ولا؟ صحيح من وقتاش صارت لك هالفوبيا هذه الخوف من الدخول في العلاقات؟ صارت لي أخوة طارق مدة معناتها مش كبيرة برسة معناتها عندها درست من عاصفين هكا معناتها لا هكا منش أسمع فيك مليحة جزاء عندها 10 سنين الحكاية هاي؟ معناتها كانت عندي فوبيا من العلاقات معناتها علاقات الحب وعلاقات حتى اللي سامبلانية معناتها كنت متردد معناتها حتى لو كان معناتها قابلني فتيات أو في الدراسة أو في الحياة الاجتماعية معناتها نلقى صعوبة معناتها نبدأ متردد يا ترى معناتها نمشي نحكي معاه ما نحكيش معاه معناتها ساعات نحكي معاه معناتها وننسى الحكاية معناتها ما نحاولش نكمل علاش انت صار لك هذا هو من التفسير اللي تتقال انه يصير اشك ولا تصير علاقة مخيبة للامال فالواحد يولي عنده الفوبيا هذا هو المشكلة معناتها فيا معناتها ديما نخمم في النيجاتيف ما نخممش في البوزيتيف معناتها تقول هذه العلاقة بتستمر الآن معناتها نزم نعزل الطرف الآخر معناتها باش نكمل معناتها تبقى معناتها حاجات بيني وبين روحي معناتها ما نجمش نكمل حتى الطرف الاخر ما عطيه حتى عذر وكيف تقولوها انا المحل معناتها كاني ما عرفتهاش معناتها معناتها صارت هذيا معناتها عدة مرات معناتها وبعد مده الحاجه هذيا ما تلقيتها صعوبه في روحي معناتها شفتها معناتها مشكله معناتها حاولت نحلها وحدي معناتها قلت ليه ما نجمش نكمل هكا معناتها شفت روحي معناتها فما حاجات معناتها مش ناقصه فيا ولا احمد أحمد نقفوا هنا شوي لطن يوفى لذين بطبيعته هو موجود بحثيك إن شاء الله ربي يتقبل صلاة الجميع نخرج فاصل صغير ونرجع معك واضح تقبل الله صلاة الجميع حان وقت صلاة العشاء بعد شوية مكملين في كلام القلب انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو تقبل الله صلاة الجميع كان أذان صلاة العشاء نرجع معك سيد أحمد أهلا وسهلا يعطيك الصحة يا أخوي طارق وربي يبقى لك ستر معانا الله يبارك لك نرجعوا في موضوعنا سيد أحمد موضوعنا احنا تعيش فوبيا خوف من العلاقات أنت عندك 10 سنين قلت لي دخلت في هالمود هذا متاع الخوف من العلاقات هكا ولا؟ ساعات واحدة تحكي معاها بعد من با ترجع لها تنسى تخاف تهرب يعطيك الصحة أكيد قديش استمر هذا؟ ولا استمرت 10 سنوات معناتها بقيت ساعات نص العامية معناتها ما نحب نعمل حتى علاقة ولا حاجة خوف مني ولا شك في روحي ولا ساعات
نحاول نفهم روحي هكا مليح، انت نعمل نقد ذاتي الروحي القرار ما فما حتى ديفو معناتها علاش انه نوصل للفوبيا هذيك خليني مغلق على روحي معناتها ما نجمش نعمل علاقه معناتها. جاتك بريود حتى في 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 مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكل جيك انفيتاسيون ما تقبل ديما تتخبى يا بيت الصحه يبارك يعطيك الصحه كلمتي معناتها حطيت صبعك عديه معناتها شفت الحكايه دي مقلقتني حتى لون راجل تاعي ما في بالوش معناتها حس روحي عادي مع العباد وفي نفس الوقت نحس روحي معناتها ما الانتوراج نتاعك ما في بالوش لكنه ملاحظ انه احمد تقريبا عمرنا ما ريناه في قصه في علاقه مع شخص هكا ولا نعمل لك اللامبالاه تاع اللامبالاه معناتها ديما اللامبالاه والانكار معناتها وديما نحس روحي معناتها كاني ما في بالي شيء معناتها. انت سيد احمد حبيت في حياتك؟ والله حاليا حبيت يا قبل نحيلي العام هذا نعم نحيلنا العام هذا الاخراني قبل حبيت حبيت مره زوز حبيت يمكن برشا مرات يطيق مانيش معدهم لا محال هو نوع من العشق مش من نوع من الحب معناتها. قديش من مره حبيت برشا مرات شنو سبعه؟ اكثر يطيق فما واحد كيف 34 سنه حبيت 10 مرات اكثر يا طارق راه مش عرفت راه حبيت لا حبيت معناتها حب معناتها مش حبك نتاع عشق معناتها معجب معناتها يا طارق مش حب اعجاب اعجاب تي ليه الاعجاب حتى انا تنقول لك 76 اعجاب ليس حب معناتها اي الحب قداش من واحد الحب مره واحده يا طارق حب مره واحده مره واحده قلت لها ديجا بعد عام كده بعد عام وقتاش هذي؟ والله صار كنت فودر يا طارق ما حسيت بيه بعد كي رجعت روحي نلقى في تصرفاتي تبدلت يا طارق مانيش انسان عادي انت وليت سوبرمان ولا كي مش قولوها في حاجات اكتشفتهم في روحي معناتها. دونك انت السنة وين تخلصت من فوبيا العلاقات من الخوف في الدخول في العلاقات؟ نورمال مواكيك معناتها يمكن كان يوم قلبي متذكر يمكن انا طبيعتي هيك ما نعرفش بزارة. بعد ما تعرفت مع المراه اللي انت معاها تو النورمال مو اللي تعرفت عليها معناتها من صار كود فودر بعد لقت بروحي قاعد نتحرر بشويه يعني قلت معناتها نحس في روحي عادي انسان عادي كل الشيء اللي صار علي كل 10 سنين وقت فوبيا هيك تحولت لك تلقت الانسان معناتها وليت نعمل في حاجات معناتها نتاع سوبرمان معناتها هيك من الحب بالحب يمكن اثر علي 99 هي في بالها اللي هي خرجتك من نفق مظلم مدته 10 سنين ولا في بالهاش؟ بعد حكينا في الموضوع عن بعد استغربت معناتها قتل تصرفاتك معناتها والحاجات اللي تعمل فيهم فانسان ماهوش عنده فوبيا ولا حاجه تعديمه نتاع متعود متعود ويعرف وكذا وكي برشا ويلاحق برشا معناتها قلت له يمكن خبيتهم الكل لها هي شيخ عجبتك ها شيخ احمد طب اللي هو كان شيء من خبي معناتها للامانه معناتها ما نصدق الطريقه اللي انا نعمل فيها الكود فود اللي صار الحاجات اللي نعبر عليها معناتها مش بالليجنديت معناتها نعبر بها معناتها ديكلاراسيون مع اي حاجه نعملها معناتها نعبر عليها معناتها سبونتانيمون مانيش هيك معناتها نغلف الحاجه ولا كذا قالت لي ليه مانيش نتاع انسان عادي في المقابل احمد انت تسيبت يعني معاها في المشاعر في الكلام في التعبير هي في المقابل زاد حبتك؟ حبتني لكن حتى اللي صار علي انا معناتها انعكس علي هي معناتها انعكس علي هي انت شفت الشيء اللي نحس فيه انا وعملت ديكلاراسيون وعملت الكل لكن هي في نفس الوقت ماكش ليش الانسان معناتها تعطيك ديكلاراسيون معناتها كل شيء مخبي عرفت كل الناس تضم تارق تقلبت الادوار يعطيك الصحة في روحي في بلوكاج معناتها حتى وقديش من مره نحب معناتها نحب نبعد عليها وكذا ومن بعد نرجع معناتها نقول ليه ما نظلمهاش ماهيش معايا انت لازم تكون طبيعتها هكاك معناتها تسمع فينا هي تسمع فيك يا رقيب. ايه تو نختموا الهاتف برساله ليها، اقعد اسمعنا يا اختنا. قبل هذا نرجع شويه لتالي احمد.
الفوبيا من العلاقات اللي كانت عندك من 10 سنين، فقدتم عن نساء مش صديقات و لا ما عندي فقدت مع النساء فقط علاقات حب، الحب يعني كانت فقط الفوبيا في علاقة علاقات حب الحب. يعني علاقة الحب معناتها ما هيش بالتحديد مع مع الزين ولا ما تعرف في اجتماعي ولا في خدمتي معناتها عادي معناتها سمباتيك برشا فبلك معناتها نحكي في الموضوع به معناتها ماني فكر الانسان معناتها كلمه غلق على العباد ولا كذا ولا جابد روحي حتى في الكوتي هذايا اللي انت حكيت فيه الموضوع خاطر انا حسيت وحبيت نحكي الاكسبيرونس نتاعي ونستفيد منها معناتها هذه التليفون كلمتيها فيها معناتها حاجه معناتها مربوطه دونك 10 سنوات من فوبيا العلاقات، من الخوف، من الخوف من الدخول في أي علاقة حب، في أي علاقة مع امرأة. ثم أحمد يتعرف على امرأة فجأة، يحس روحه وكأنه عمره ما تعدى ب10 سنين من الفوبيا ديكا، كأنه متعود، كأنه مستانس يعبر، كأنه مستانس يحب. هالمرأة هذه إيش تقولها توا سيدي اللي خرجتك؟ حاب نقول حاجة ليك عن عن طريقكم معناتها حاب نقول اي واحد يحب واحده ولا يحبه راه ما نجمش يتكلم فيها بسهوله، لازم يخلي روحه فرصه معناتها انه يكمل معها. امبوسيبل انك معناتها تحب انسان معناتها في اي حاجه تكلم فيه راي اكبر غلطه معناتها، لازم تظلم روحك وتظلم الطرف الاخر اللي يحب يكمل معناتها هذيك الاقدار والمكتوبه هذيك حاجه اخرى. يكمل ولا يتحدى؟ نعم يكمل ولا يتحدى ولا الزوز؟ يتحدى للغاية النبيلة اللي هو فيه وفيها معناتها في الغاية النبيلة هي اللي تخليهم يكملوا وهي الأقدار اللي تخليهم معناتها يكملوا مع بعض. وما هي الغاية النبيلة؟ الغاية النبيلة إنه زوج أرواح يتقابلوا معناتها زوج زويات معناتها شنو هو أنا يخليني نلقى في الطرف الآخر شنو هو نلقى ذاتي معناتها الذات هذيك هي اللي باش تخليك فرحان معاها معناتها. يعني نقولها لأي واحد يحب واحد أو يحبه يكمل معاها. أكثر حاجة إن أكثر حاجة غالية هي بالنسبة للزوج هي الزواج نتاعهم، الأرواح نتاعهم الثقة معناتها بكل معناتها محبة معناتها ومعز. ما نظنش إنسان يحب واحدة ولا تحبه ويسلم فيها في أقل حاجة معناتها. في حاجة اللي هي ما عندها حتى معنى في الدنيا. أنت مع نظرية إنه كان تحب واحدة أعمل كل شيء تنجم تعمله باش نهار آخر ما تقولش يا ريتني عملت؟ تعمل كل شيء يلزمك تقبلها كما هي. انا ساعات نوصل في الريلاسيون تاعي ساعات هي تتغشش وتعمل حاجات اللي هم انا ما نعرفهمش واول مره اشوفهم فيها ومن بعد ننبني الحدث هذاك هي تتغشش ما ننبنيش تبعاتها على غشها. احمد نعم 15 ثانيه خاطب هذه الامراه يلا نقول لها راني اول مره نحب وانت اول امراه في حياتي وان شاء الله ربي يجمعنا في الخير وراني كي تعرفت عليك وحبيتك راني فرحان برشا وجدت لي حاجه في حياتي انه نكون معناتها حاجه باهيه في حياتك وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها عم نقول لها كلمه راني نحبك برشا وراني اول راجل في حياتك واخر راجل في حياتك ان شاء الله. اوكي شكون قال لك انت اول راجل في حياتها؟ خاطر مفتاح قلبها عندي انا معناتها. انت تحل وتسكر؟ كون فيرمي معناتها من غير ما نجيب رد بالك ساعات يصدد راه. لا انفوسيبل اسمعني الذهب عمره ما يولي نحاس يا اخوي تارك. جميل شكرا لك سيد احمد اللي شاركتنا قصتك بدايه من 10 سنوات لليوم وهي تصب في موضوعنا لليوم اللي واصلين فيه حتى ال 11 متاع الليل. عشت او تعيش فوبيا من العلاقات، اش معناها؟ يعني عندك خوف من الدخول في علاقات جديده وخاصه علاقات حب. علاش عندك الخوف هذا؟ علاش عشت خوف من الدخول في علاقات؟ هل بسبب علاقه ما خلتك تخاف من اللي جاي الكل؟ حشمه، خجل، شنو اللي اعطاك هالنتيجه هذه؟ فوبيا وخوف من الدخول في علاقات جديدة. نسمع قصصكم وحكاياتكم على رقم 31 380 1 31 380 1. معنا سناء، أهلا وسهلا. ألو عكرة عسلامة لله، شو أحوالك؟ الحمد لله، كيف الحمد لله. مين تكلم فينا سناء؟ من تونس. من تونس، هكا قربنا أكثر الميكرو سناء. قديش العمر سناء؟ 27. قديش؟ 27. 27 سنة. عشت أو تعيش فوبيا من الدخول في الدخول من الدخول في العلاقات؟ عشت قبل مرتين
مرتين. المرة الأولى كنا صغيرة شوية، بقيت معاه 7 سنين. وبقيت معانا 7 ثواني. يلا ترى نعاودوا نجاوبوا، نعاودوا نتصلوا بسناء، خلينا نشوفوا شنو هي القصه، شنو اللي خلى سناء وباقي الناس اللي بتحكيوا لنا اليوم حكايتهم، شنو اللي خليهم يوقعوا في فوبيا الدخول في علاقات حب جديده، شنو اللي يوصل الانسان عنده رهبه وخوف من انه يدخل في علاقه جديده. سناء اهلا وسهلا. اوكي. اي لله سناء، علاش دخلت في فوبيا من العلاقات؟ دي المرة الأولى بقيت مع طفل 7 سنين، طبعا لبيت من دون مرجلين، ومن بعد بشوي بشوية قريب نوصلوا للخطبة وكل، وليت عنده برشا حاجات أخرى، في الأخر خاني. أنا عام هذايا، وقتاش عرفتوا السيدة؟ صغيرة هذوليك عرفتوا؟ عرفتوا من دون من دون 19. عمرك 13 وقتها؟ ايه صغيرة كمان. من 13 لل 20. هاتيك. كنت باش تتخطب في 20. صحيح، اخي بابا بعد ما وفقش والكل. مش بكري شوية هو؟ هو بكري وكل، اما هو ياسر كان شاد بالصحيح، وقلنا وما نعملوا خطبة ومن بعد تو كي نكمل نتخرج وتو الباقي يجي بشوية بشوية. وقت اللي انت 20 وقتها وكنت ناويين باش يخطبك، انت ايش تعمل في الدنيا؟ أنا وقتها نكون بروميير أني فاكولتين. وهو؟ وهو يخدم. قداش عمره وقت؟ هو عمره 26 وقتها، أكبر مني بستة سنين. 6 سنين، باهي. ثم شنو هرب فجأة ولا شنو؟ ولا بكر فض؟ شوية هو صاروا مشاكل نتاع خاطر دارنا ما حبوش، وأنا صغيرة وما كملتش نقرا، وأنا وقتها كنت شادة فيه صحيح مش من الماء. هكا يا أخي. من وقتها ولا عندك فوبيا من علاقات؟ لا لا لا. ما العكس، ما وقتها مازال ما صار حد شيء. اي. من بعد بدينا هكا ندخل في برشا مشاكل، بدا يجي ياسر يجيني للفاك، وبدا يدري شنو الكل، بشوي بشوي تعرف على صحابي والكل، في الاخر خانك. بي هو صاحبتي معناها. لانتيم. لانتيم. هكا بقيت يمكن عامين ولا 3 سنين ما دخلت في حتى ريليسيون، من بعد بشوي بشوي قلت لي علاش ليه خلي نعطي فرصة للي يحكي معايا وكل. لو عملت ثلاثة سنين باب مغلق. اي خاطر كمان 7 سنين ولا قديش حسيت هاردين اني باش ندخل طول معقول. ما نجمش، انا اصلا في طبيعتي ما نجمش ندخل في ريلاسيون هكا بالساهل معناها. دونك ثلاثة فيلوفوبي معقولة في المرة الأولى بعد خيانة وسبع سنين. دونك خوف من الدخول في أي علاقة حب جديدة كانت معقولة. ترى المرة الثانية. هكا المرة الثانية 3 سنين مع طفل من حبيته زادا؟ والله من دول لا، من دول كنت خايفة، وكل بعد حسيت روحي وقتها بمخي شوية، ركزت خير، حبيته كنا أي حبيت نخدم وقتها، حبيته أي. حبك هو؟ يمكن اللي ما حبيتوش فك 7 سنين حبيت الطفل هذاك شيء، والعمر مختلف زاد شي حي ومخك مش كيف ومش الاخر الاخر حبيته وانت 14 وهذا يذول لي حبيته وانت 23 اكبر بعد 24 وهو تقريبا يقولوا العمر الاسمى في الحب من 24 ل 27 دريم مش برشا اي 3 سنين حبيته ويذول لي حبك او المفروض حبك لا لا من طرف لا مش من طرف واحد هو نورمال مون نورمال مون كان يحبك بعد طلع لا صحيح تو طلع لي. ايش صار؟ والله كنت ياسر عاملة معاهم الملاعة، قعدت ياسر من روحي. كنت ياسر نضحي على خاطره. كان يكذب عليا وانا كنت نعدي ونزات وكاين وشي وصار. شنو اللي افاض الكأس؟ افاض الكأس هو خرج باش يكمل يخدم البرية. كان بلجيكيا. اي هكا وانا عندي وانا عندي اختي في فرنسا اي مش ما عرف هو ما عنده حتى حد الكل وانا معناها بريسك اختي ما عندها سنين ولا تعيش غازي والكل دونك قلت لي يمشي وبحذاها وهي من دول معناها تودي فيه كيفاش وزعما زعما وراه يعرف الفاهمين معناها يعرف خواتي يعرف لي كوزان تاعي يعرف لي يعرفهم الكل
هاي بس ما صارتش حاجه اوفيسيال وطاك يجي ما يمشي عادي 6 شهور غادي ولا عام ولا اللي هو باش يريق الامور ومن بعد يجي كيف كيف نفس الحكايه خطبه ويقعد كل فازي تاع الاولاد. لكن نمشي وما عادش رجعوا انا اختفي والله ما عرف عليه حتى شيء حتى شيء وما زال في بلجيكا حتى اختي ما تعرف عليه حتى شيء معناها وبعد المرة الثانية هذه دونك الفوبيا الصحيحة. ونورمالمون اللي فهمت اللي هو الجاي معناها لتونس في الصيف وما نعرفش علاش هو وينه. قداش عنده هو؟ الحكاية 4 شهور كو. وفي الأربع شهور هذوما أنت ما نعرفش شنو صار معناها. ماك فاهمة حتى شيء. ماني فاهمة حتى شيء، من خفت نختي صارت له حاجة وبعثت أختي مدري شنو هذوك. وهذه هي نفس المرحلة تحس فيها نفسها اللي صارت بعدك 7 سنين، نفس داخلة في نفس الانغلاق هذاك. يمكن خاطر والله مش كيف الأخرى خاطر عرفت شنو السبب أنا بعدت أنا عن قناعة بعدت معناها. أما تو ما نعرفش شنو السبب كعبد يمشي في ليلة ونهار هي ما فهمتش. مثال باش إجي أقول السبب كيف ما فيا تو ولا ما نعرفش. يقول السبب هو علاش مشي انه مره ثانيه هكا توفى قصه حب متعوده وارتح تبدا اليز اكثر يقول لك مليع يبدا يمر به بالعكس لا بالعكس هذه حسيتها شويه هذه اكثر صحيح ها طور لي كان برحس بالرسم يعني كان عندي يقول لي دي بيه وش نورمال ولا ما عادش يصدق حتى جمله حتى حد مهما نشكروا لك واحد ما تقبلش انا توا كان يجيش شكون بابا اي بوك ما عادش يصدق حتى راج حتى راج كي يرجع هذايا ويعطيك سبب مقنع لغيابه لا مستحيل مثلا توقف لا قدر الله عنده 4 شهور موقف لا خاطر انا سالت راني وعملتهم الكل معناها عنده 4 شهور جيت ومرض كل شيء عايش لاباس وجو باهي شنو تقول له لو يسمعنا سنة اخر شيء؟ والله ما خلقتش الكلام هلق هاي شنو تقول له لو يسمع فينا؟ السيد الذي اختفى فجأة منذ 4 أشهر بعد علاقة دامت 3 سنوات ماش مش نسألو عليه شو عمل لكم ما نحبش نعرف زيد ماني تحبش تعيد عليه لا 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 قولوش عيدك مبارك اون برانسيب راه باش يجيب لك الموسم نورمال كنا توا راهو عنده هي مدة صغيرة ما كنا في الستيج كلمة وحيدة كلمة وحيدة تقولها له سنة شنو هي او عبارة يلا نعمل اوكي كهو الله يرحم والديك شكرا لك سناء اللي عايشه دي توا معناها في البريود دي وكيفاش من لول سورتو من لول كيفاش خايفة ما مش بدي صارت له حاجة وكل ما هو لين بدي حتى شيء شكرا لك سناء اللي شاركتنا قصتك او مجموعة من القصص وفهمنا فيها الفوبيا كيفاش ينجم واحد من الناس يدخل في فوبيا من العلاقات هذا موضوعنا اليوم واصلين حتى لل11 متاع الليل في موضوعنا هذا تعيش فوبيا او عشت فوبيا من العلاقات باللغة العامية خوف من العلاقات لفترة طويلة سكرت الباب تخاف تدخل في اي علاقة شنو هي السبب كيفاش كانت الحكاية هذه شاركنا قصتك على رقم 31 308 1 31 308 1 بعد شوية اي اف ام سبور وعمهدي العيدي قبل هذا الاخبار مع ايمان الطيب رجعنا معكم في ساعتنا الثانية بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إي إف إم أحلى غاديو.